في شارع عكاشة بالدقي، وتحديداً في 11 من سبتمبر عام 1930، جاء إلى الدنيا الطفل الذي صنع تاريخاً ارتبط بأكبر وأعرق الأندية في مصر والعالم. الطفل الذي أصبح بعدها بسنوات قليلة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، المايسترو صالح سليم. بدأت قصة المايسترو حين قرر الطفل أن يلعب الكرة في الشارع قبل أن يصبح لاعباً بفريق مدرسة الأرمان، ثم لاعباً بفريق مدرسة الساعدية الثانوية، حتى اختاره حسين كامل أحد كشافي الأهلي واصطحبه للنادي لتبدأ هناك قصة الأسطورة صالح سليم. في صيف عام 1944 بدأ صالح سليم محطة هامة في حياته الكروية والإدارية، حينما اكتذبت جديته رؤية مختار التتش الذي اختاره لارتداء الفانيلة الحمراء لأول مرة ضد مصر البورسعيدي في عام 1948، حتى تم اختياره لخوض مباريات دورة البحر الأبيض المتوسط مع منتخب مصر، وشارك في اللقاء الأول ضد تركيا والذي انتهى بفوز مصر بثلاثة أهداف لهدف. وعاد صالح سليم للأهلي أكثر حماساً وثقة، وعمل على تحسين لياقته وأدائه في التدريبات. وقد تصادفت بدايته مع تغيير جوهري في التنظيم الخططي لكرة القدم، وذلك عندما أدخلت الفرق الأوروبية طريقة الظهير الثالث، ومع قيادة النمساوي فريدز تمكن الأهلي من التأقلم على الطريقة الجديدة، وكان صالح محور المعادلات التكتيكية، وسرعان ما سيطر الأهلي على البطولات بل وإحراز الأهداف في الدقائق الأولى للمباريات. الشربيني والشربيني وداها لطاها اللي تطوح مطرح ريعه هناك في الوينج الشمال، يقدر يلعبها اوفر بقى، يلا هناك عند صالح، يا ده واطي، طب العب انت، رفعت عند صالح لعبها برضه واطي، شوف صالح سليم واقف وسطيهم هناك مستني اي حاجه، واحنا عارفين صالح حريف ولئيم ودماغه ورجله خطرين. صالح سليم كان لعيب له قدرات وامكانيات كبيره جدا متنوعه، سواء من النواحي المهاريه، يعني إجادته لجميع مهارات الكرة، سواء التصويب، سواء استقبال الكرة، المراوغة كان بيمتاز بيها، ضربات الرأس، ودي كان من الحاجات اللي مميز بيها صالح سليم. خلى الجون بتاع البرازيل راح في حتة والكرة في حتة، دي كانت طريقته. صالح سليم دخل بيها لجوه وراجع بيها لورا، وإذا أنت شايف بيسحبها برجله وسحب، ولكن سموس بيحلق عليه. كان قصير، إنما كان أحسن واحد ياخد الكرة بدماغه في الكورنر ويحطها في الجون هو. حتى المستوى التكتيكي من حيث تصرفه في الملعب، من حيث المستوى القيادي، في جميع المميزات، شمال يمين يشوت هيدرز بلاي ميكر. قصة الحب التي جمعت بين صالح سليم والأهلي امتدت منذ مباراة المصري في عام 1948 وحتى عام 1967، وعلى مدى ما يقرب من 20 عاما قضاها صالح مرتديا الفانيلة الحمراء، نجح في الفوز ب11 بطولة دوري، وهو رقم قياسي لم ينكسر حتى الآن. وكان هناك رقم قياسي آخر ارتبط باسم صالح سليم، وهو تسجيله لسبعة أهداف في مباراة واحدة، وهي مباراة الأهلي مع الإسماعيلي عام 1958، وفاز فيها الأهلي بثمانية أهداف دون رد. كذلك نجح المايسترو في الفوز بثماني بطولات في مسابقة كأس مصر، وعبر هذه الرحلة الطويلة سجل صالح سليم للأهلي 78 هدفا في الدوري و14 هدفا في مسابقة كأس مصر، وقاد المنتخب الوطني المصري للفوز ببطولة إفريقيا عام 1959، كما أنه في عام 1963 احترف في الدوري النمساوي ليساعد فريق جرادز على البقاء في الدوري الممتاز، بل واحتلال المركز الرابع محرزا 9 أهداف. أداء صالح سليم أداء جمالي بالكرة، يمكن يمتاز به بجانب الأداء الفني، إنما في شكل، في نوع من أنواع الرشاقة اللي بتستهوي المتفرج ويحس إن هو بيتفرج على تابلو جميل جدا. طاها في الوينج الشمال لصالح سليم، وانتو بينه وبين طاها، هو وكل ويحطه في الجول، الجول الثاني. تأثر المايسترو كثيرا بلاعب الأهلي الكبير محمود مختار الشهير بمختار التتش، بل وعشقه بلا حدود، خاصة وأنه ظل وحتى آخر لحظات في عمره مدينا له بالكثير. كان يقول لك لولا مختار التتش ما كانش صالح سليم بقى صالح سليم، لأن مختار التتش كان على ما أعتقد كان الضزبي،
كان سابق أبويا وأكتر شهرة من أبويا، وأبويا كان لسه لاعب صغير، وفي التمرين الضزوي حاول يكسره، فلما اتضرب من الضزوي أبويا ما بيحبش يتضرب ويسكت، لأن اللي يتضرب ويسكت كان يقولك حد يضربه تاني، فكان لازم يرد فضربه. فالمدرب اشتكى وبتاع، وازاي تضرب الضزوي وازاي مش عارف ايه، قال له ما هو ضربني الاول، المهم روح لمختار التيتش، راح لمختار التيتش، حصل كذا 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 كذا، وكلم الضزوي عارف منه ايه الحكايه. فكان المدرب قال له، قال لصالح سليم انه او لابويا انه موقوف، فمختار التيتش قال له لا انت تلعب والضزوي هو اللي موقوف. فمن يوميها دي حاجة أثرت فيه، وكان شاف إن لما دام حد خد حقه أو حد اداله حقه يبقى راجل محترم، والاحترام ده شالهوله لغاية ما توفى يعني. المايسترو في لغة الموسيقيين هو قائد الأوركسترا الذي يوجه الفرقة الموسيقية لخروج أجمل وأعذب الألحان، وهو من طبق تماما على صالح سليم فنان الكرة، وأطلق عليه هذا اللقب محبوه وعشاقه. كانت علاقتنا علاقات محبة، سواء خارج الملعب كنا نقعد كأصدقاء مع بعض. بقى الملعب شيء تاني للأمانة، يعني حاجة تانية. أكن مثلا أنا لعبت جنبه، كنا بنلعب الأولمبي وأنا وحش وأنا صغير في السن، يعني مفروض كنت أبقى كويس عشان هو كان بيبدأ نجمه ينزل يعني. فخارج من الملعب بقول له أنا آسف، قال لي آسف على إيه؟ قلت له أنا كنت وحش النهاردة، مفروض أكون كنت كويس عشان مش عايز اقول له ساعدك يعني عشان انت تبان كويس. قال لي لا 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 ما تخلص يا بطل، خلاص تعال نشرب، ما تتكلمش قدام، خرجت من الملعب ما تتكلمش في الكوره. اول ماتش اتذكره كنا هنلعب نادي الترسانه، وطلب مني ان انا العب انزل قدام الفريق لكني كابتن فعلا. هي لها مغزى نفسي، مغزى نفسي انه كاول مباراه ليا، وممكن ابقى فيه نوع من الهيبه من المباراه او التخوف او عدم الثقه او كذا. صحيح انا مش هبقى الكابتن على طول، بس هي في مثل هذه المباراه بالذات وهي اول مباراه كان مهم جدا نبقى فيها نوع من انواع تاكيد الثقه في النفس، ومحاوله ان يحسسني قدام زملائي كلهم ان انا الكابتن وانا نازل اصغر واحد فيهم. فدي برضو كانت من الامور المهمه جدا لدى صالح سليم. ايكو مي اميكو. Come si chiama? Salah Selim. Guarda che guarda bella azione che ha fatto, bravo! Antonio Ghirelli, direttore poi del Corriere dello Sport e Tutto Sport del TG2 e allora giornalista. استحق صالح سليم وسام الشرف والتقدير من الرئيس جمال عبد الناصر، ومع الظروف السياسية التي مرت بها مصر في عام 1967 بسبب النكسة، تم إيقاف النشاط الرسمي للكرة، واقتصر اللعب فقط على ما عرف وقتها بالدوري الداخلي، أي دوري بين ناشئ الفرق المختلفة بالنادي والفريق الأول. ومع نهاية عام 1967 اتخذ صالح سليم القرار الأصعب في حياته، وجاءت اللحظة الحاسمة في تاريخ الكرة المصرية، وهي لحظة اعتزال صالح سليم، وخرج من الملاعب أشهر عاشق للكرة وصاحب أجمل قصة حب بين الجمهور ولاعب كرة قدم، وهي القصة التي بدأت ولا تزال مستمرة حتى اليوم. يقول الكثيرون أن هناك من يولد في هذه الدنيا وهو يحمل بداخله شخصية القائد، أو كما يقولون ولد ليكون قائدا ومعلما، وهؤلاء هم من يحدثون تأثيرا هائلا في الحياة، وينتمي لهم بالطبع صالح سليم الذي بدأ سلم الإدارة الرياضية داخل النادي الأهلي عقب اعتزاله مباشرة،
حيث أصبح مديراً للكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي في مطلع السبعينيات، وهي الفترة الذهبية في تاريخ الأهلي، وكون فريق التلمذة بقيادة المبدع هيدي كوتي. صالح سليم كمدير للكرة هو استطاع أن يطور الفكر في مجلس إدارة النادي الأهلي ويطالبهم باستخدام مدرب أجنبي، فجاب هيدي كوتي وقعده وقال له مالكش دعوه، أنت تقعد تتفرج على الفرقة اللي أنت اللي هي عندك في النادي الأهلي وشوف الفرقة اللي هتلعبها السنة الجاية. طلعنا الرابع، فقال له ماشي هيدي كوتي، قال لك لا هيقعد هيدي كوتي. فدعموا الفريق بكام واحد، هيدي كوتي خد الدوري العام والكاس من 5 سنين حاجة زي كده. قبل مستر هيدي كوتي كان هناك التدريب على 3 مرات أسبوعيا، وبدأ الأهلي يتدرب يوميا، وهذه كانت نقطة جديدة جدا على كرة القدم. ثم يتدرب أيضا مرتين في اليوم أحيانا، تدريب صباحي وتدريب آخر مسائي، وأصبح هذا الجيل أو ما كان نتاج عن الجيل الذي سبق وهو التلمذة، أصبح هذا الجيل قائدا لمسيرة الدوري، فاز بالدوري العام لمدة أظن 7 أو 8 مواسم بينها كأس مصر، ثم في سنة 82 فاز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا. صحيح لم يكن صالح سليم مديرا للكرة، لكنه هو الذي وضع هذه البذرة التي طورت كرة النادي الأهلي وجعلت هناك فارق زمني في التطوير بينها وبين من حاول ملاحقته. ظل صالح سليم في منصبه مديرا للكرة حتى عام 1975، ثم أصبح عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي، وبدأت أولى خطواته لرئاسة النادي في عام 1976، وكان رئيس النادي الأهلي في هذا الوقت الفريق أول عبد المحسن مرتجي الذي رأس الأهلي لمدة 10 أعوام كاملة. وقد رأى العديد في هذا الوقت ضرورة إحداث تغيير، وهنا قرر صالح سليم أن يخوض غمار الانتخابات الرئاسية لأول مرة وبدون أي حملات انتخابية، وخسر صالح سليم هذه الانتخابات بفارق ضئيل من الأصوات. صالح ما كانش يهمه يكسب أو يخسر، كان يهمه النادي الأهلي، وأن الانتخابات دي كان فيها يعني لعب، عشان هو لو مشيت على طول كان كسب برضه، لأن كان ليه شعبية رهيبة. بس أنا يوم ما خسر كان معانا عمر الشريف، أنا وعمر الشريف وهو وأنا روحنا اتفرجنا على ماتش، ما هيش قضية، القضية خدمة النادي الأهلي. لكن صالح سليم الذي لم يعرف اليأس أبدا خاض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في عام 1980 رافعا شعاره الخالد الأهلي فوق الجميع، وكان همه الأول هو إحداث تطوير وتغيير في إدارة النادي الأهلي، ولذلك كان من الطبيعي جدا أن يفوز صالح سليم بهذه الانتخابات عن جدارة واستحقاق وباكتساح. وأصبح صالح سليم الرئيس 11 للنادي الأهلي وأول رياضي يصبح رئيسا للأهلي بعد أن جلس على نفس المقعد الذي طالما احتكره السياسيون الكبار مثل عزيز عزت باشا، عبد الخالق ثروت باشا، جعفر والي باشا، أحمد حسنين باشا، أحمد عبود باشا، والفريق أول عبد المحسن مرتجي. جينا مرة وهو خد قرار غيرنا خالص كلنا، فقال له جه مدير النادي الله يرحمه محمود محرم، قال له محمود يا محرم اكتب القرار بتاعهم، لان هم اغلبيه هم كلهم، وطلع من المجلس فالناس عرفت القرار زعلت، يعني كان لازم ناخد القرار التاني اللي هو بتاع الله يرحمه صالح، ما هو دفع القرار بتاعنا، لان خلاص خدنا القرار وده بقى قرار النادي الاهلي، تخرج من اوضه الاجتماعات ولا كانك ايه في حاجه اتقالت سريه كامله. النادي الاهلي استفاد منه كويس جدا وعمل له اضافات كبيره جدا، وكان دايما الاتحاد الكوره او المجلس الاعلى للشباب والرياضه او المجلس القومي للرياضه ايا كان المسمى بتاعه وقتها، دائما لما كانوا ياخدوا قرارات كانوا بيعملوا حساب صالح سليم، مش النادي الاهلي بس، لا صالح سليم والنادي الاهلي. سنه 88 كان اعلن قبلها ان هو سيبتعد عن رئاسه النادي وان هو بيكتفي بدورتين من 80 ل 88، ودي في الحقيقه كانت ظاهره برضو ايجابيه جدا ان احنا نشوف مسؤول يعني مبقاش متمسك بالكرسي، وان هو كان يعني نموذج للي بيعمل عمل تطوعي في هذه الفتره بشكل ما فيهوش اي نوع من انواع المغالاه، اكتفى بدورتين وترك النادي الاهلي
سنة 88. خلال رئاسة المايسترو للنادي الأهلي حقق الفريق الأول لكرة القدم ما يقرب من 30 لقبا محليا وعربيا وإفريقيا، بالإضافة إلى بطولات الشباب وكذلك العديد من البطولات الأخرى في جميع اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، وهو ما يعكس أسلوب إدارة تزرع في اللاعب منذ قدومه لنادي القرن أنه لا بديل عن الفوز بالمركز الأول. يا لو ماشي للخطيب، والخطيب يرقص ورقصة تتين ويجيب جول، يا جول جول، ويفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا لأول مرة. محمود الخطيب مرة ثانية يتسلم الكاس من الرئيس محمد. ورغم الخبرة الكبيرة التي جمعها المايسترو من الملاعب، إلا أنه ابتعد تماما عن التدخل في شؤون الفرق المختلفة واكتفى فقط بالتأكيد على أهم مبادئ النادي العريق. وبلغ عدد البطولات التي حصدها الأهلي تحت قيادة المايسترو ما يقرب من 300 بطولة، أي أن هذه الألقاب مجتمعة تفوق أكثر من نصف بطولات الأهلي منذ إنشائه في عام 1907. يمكن لما كان رئيس كانت علاقة عمل، علاقة عمل بمعنى أنه هو برضو له نظرة في استراتيجية النادي الأهلي، وأنا أيضا لي نظرة في إدارة فريق النادي الأهلي. أنا شايف أنه يمكن ما كانش هناك أي نوع من أنواع الاحتكاك أو الخلاف، لأنه هو ما بتدخلش في عمل. ربما لو كان حتى له وجهة نظر ممكن أنه يعني يسوقها بشكل غير مباشر، يعني ما يقولش والله احنا عايزين نعمل كذا أو كذا أو كذا إطلاقا، يعني عمره ما حصلت ديت. إنما يمكن تفكيرنا في المستقبل بكذا، تجديد كذا، نحط كذا، نجدد، مش عارف ايه كلام من هذا القبيل. يعني كان مبدأه سيب العيش لخبازه، يعني مش رئيس نادي بيتدخل، كل واحد ليه عمل بيعمله. فعشان كده كان بيقعد في لندن 10 أشهر. صحيح الكابتن حسن حمدي انا مش عايز ابخسه حق ان كان بيدين النادي الاهلي، بس بفكر صالح سليم. وكان التتويج الأكبر لمشوار المايسترو لاعباً وإدارياً ورئيساً في 22 من مايو عام 2001 في جنوب إفريقيا، حين تسلم جائزة نادي القرن في القارة الإفريقية للنادي الأهلي المصري. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جداً بهذا الجهاز وتوي النقل الفلوس presentation of the same honor. دائماً ما كان الحب والانتماء للأهلي المعيار الحقيقي الذي يستند إليه صالح سليم في تقييم كل من هم حوله، وبسبب ذلك كان حسن حمدي الرئيس الحالي للنادي الأهلي هو أقرب الجميع لقلب صالح سليم. فقد كان يقول دائماً أن حسن حمدي هو أكثرهم حباً للأهلي. وطوال مشوار حسن حمدي مع المايسترو سواء لاعباً أو إدارياً أو نائباً لرئيس النادي، لم يفقد المايسترو قناعته أبداً بأنه هو الأصلح والأقدر على قيادة النادي الأهلي من بعده. بدأت علاقتي بكابتن صالح من ساعة ما ابتديت أروح النادي الأهلي، وأعتقد سنة 59-60 تقريباً، يعني كنا لسه في مدرسة الكورة، والحقيقة كنا مثلا نخلص المدرسة أو نلعب قبل الفريق الكبير. كان الحقيقة بتواضع شديد جدا، كان بتلاقيه قاعد معانا وإحنا قاعدين مثلا في الجنينة أو أي حاجة من هذا القبيل. أعتقد الفترة اللي هي كنا عن قرب معاه في بداية حياتنا كانت الدوري الداخلي في 67، كنا عاملين فرق بنلعب فيها، وكان كل الـ يعني الأشبال الصغيرين، بس كنا بقى خلاص كبرنا، يعني كنا حوالي 17 سنة كده، ابتدى يبقى بنلعب مع كابتن صالح في الدوري الداخلي. وبعد كده كنا بيبقى هو متواجد معانا جوه النادي يعني. فدي يمكن أول فترة كابتن صالح ابتدينا نعرفه ككابتن صالح داخل النادي الأهلي. يمكن برضو كابتن صالح سليم كان شايف حسن حمدي كاريزما إنه يمسك النادي الأهلي،
فعشان كده اداله الفرص كلها لغايه لما مسك النادي ده. 79 كان مفروض بيتفاوض مع مجلس الاداره يبقى مدير كوره واختلف. كان رئيس النادي في ذلك الوقت سيادة الفريق مرتجي واختلفوا وجم رشحوني انا امسك مدير كوره. كويس، اول حاجه عملتها خدت شروط والنظام بتاع الكابتن صالح من الكابتن صالح. كويس، قلت له انت مقدم لهم ايه وايه اللي انت شايفه صح وايه اللي انت شايفه غلط. كويس، واول حاجه عملتها ان قعدت مع الكابتن صالح قبل ما اوافق ان ابقى مدير كوره وقبل ما اروح لمجلس الاداره واقول لهم انا عندي شروطي او عندي نظامي واللوائح بتاعه الكوره تبقى ازاي. خدت اللوائح والنظم اللي هو كان عاوز يطبقها. كويس، واشتغلت ودخلت مجلس الإدارة وقتها لما وافقوا عليها اعضاء مجلس الإدارة بيقولوا على ما دي كانت الشروط بتاعت الكابتن صالح. كويس، اللي هي اصلا انتوا ما وافقتوش عليها. صالح توسم فيه بعد ما بطل ان عنده قدر من الجانب الاداري الجيد، يعني كاداري ناجح. ما هو بيحب النادي اخطر مني، فهو عارف ان مصلحه النادي ممكن تبقى مع حسن، فبيقول لهم يعني خلوا بالكم ان ممكن حسن ده يبقى راجل كويس. ولذلك استعان بيه صالح من بدايه مشواره في ناحيه اداريه، وحد وجوده ك مجلس اداره ثم امين تنفيذي ثم نائب رئيس ونائب لصالح. ويمكن كلنا نذكر ان الفتره الاخيره كان حسن هو اللي بيدير النادي الاهلي بصفه كامله، كان في سفريات علاج الانجليزيه. الفتره برضو الاخيره كان هو مسافر بره مصر، يعني ظروف مرضه، فكان في الحته دي بيثق فيا كشخص ان انا بقدر ادير النادي زي ما هو شايف او زي ما احنا هو حاطين اللوائح زي ما احنا حاطين النظم بتاعتنا. دايما بيمشي النادي بالتالي قميص النادي الاهلي هو الحلم الاكبر لجميع لاعبي مصر، ولهذا كان رد فعل صالح سليم عنيفا للغايه عندما قام احد اللاعبين بالقاء قميص الاهلي على الارض وهو معتبر مايسترو هنه كوبرا رمز النادي. شيرت النادي الاهلي ده النادي الاهلي الرمز بتاعنا او البيت الكبير اللي احنا كلنا بننتمي اليه. في تنافس قوي جدا على مين يحسم بطوله الدوري، كان الاهلي والاسماعيلي والزمالك، وكان الكلام ده كان سنه 93 94 في السنه دي تقريبا. ولما حسام رمى التيشيرت، حسام كان المهاجم تقريبا رقم واحد في الفريق والنادي محتاجه بقوه يعني، واصر قرار بوقفه لنهايه الموسم، وكان قرار مفاجاه غير عاديه. وللاسف يعني هو كرئيس نادي وممكن بطوله الدوري تضيع منه بسبب ايقاف حسام، والاتحاد الكورة كان بيعمل محاولات غير عادية انه يرجع حسام، فهو اعتبر رمي التيشيرت ده كأنه بيرمي رمز النادي الاهلي او قيمة النادي الاهلي في الارض. يعني المبادئ والقيم ملهاش تعريف ثابت، لكن الواحد حسها في شخصية صالح سليم. مبدأ ان ما لبست الفانيلا الحمراء ما لعبش كورة في مصر، ويزعل الزملكاوية ويزعل الاسماعيلاوية ويزعل اي حد، وهم بيتمنوا اي لاعب فيهم يلبس الفانيلا الحمراء. اصطدم صالح سليم بالكثير من اللاعبين، ولكن كان أكثرهم طاهر أبو زيد، حيث كان أبو زيد من أوائل اللاعبين الذين عبروا عن رغبتهم في رئاسة النادي عندما تضامن مع الفريق مرتجي حتى يعود لرئاسة الأهلي مرة أخرى. قلت له كابتن صالح، حضرتك بالنسبة لنا رمز، وكلنا كلاعبة كرة بنتمنى أن نصل إلى ما وصلت إليه، وأنت بالنسبة لنا النموذج والقدوة. انما انا شايف الحقيقه الفتره اللي فاتت احنا مش لاقيينك كرئيس نادي ومش موجود بني، فانا ببلغك قبل الانتخابات ما تبدا ان انا بساند سياده الفريق مرتجي وهايده علنا ومش هكون مع حضرتك. وسلمت عليه وقمت وسط اندهاش معظم اعضاء النادي، وهو سلم عليا بود شديد جدا ونظرات عينه يعني فيها استغراب بس فيها احترام. وبمجرد انتهاء الانتخابات في مساء يوم الجمعه اللي هو اللي اقيمت فيه الانتخابات، كنت اول واحد بهنيه. كان ما بيحبش طاهر لانه بيحس انه بيتدلع،
ولم يقف الخلاف بين المايسترو ومارادونا النيل عند هذا الحد، ولكن حين نجح طاهر أبو زيد في انتخابات الأهلي منفردا مع قائمة صالح سليم، كاد المايسترو أن يتقدم باستقالته في اليوم التالي لإعلان النتيجة، لكن بقية أعضاء مجلس الإدارة نجحوا في إقناعه بالعدول عن ذلك، وظلت الخلافات بينهما في تصاعد مستمر. ورغم كل ذلك كان صالح سليم يحترم طاهر أبو زيد بشدة. ما انكرش ان كان في حجم اختلاف في قضايا كبيرة جدا، وكان في اعتراض مني شديد وبوضوح، وكان في عدم قبول قرارات، وقرارات هو ممكن جدا ما يكونش متابعها لانه كان دائم السفر، كانش موجود. انما نظرا للثقة اللي كان البعض بيحملها من خلاله داخل المجلس، فكان بيوافق بشكل دون المراجعة. كنا مرة في أوتيل بنعمل تكريم للكابتن عادل القيعي إنه رايح مدير نادي الجزيرة، فنزلنا في الأسانسير أنا والكابتن صالح والكابتن طاهر واثنين تلاتة، ولقيتهم بيتكلموا يعني في العربية أنا والكابتن صالح. قلت له أنا كنت بصور إنك يعني إنك ما بتحبش طاهر. قال لي إطلاق، قال لي أنا مختلف معاه، قال لي أنا بحترمه جدا جدا، لأنه ما بيبقى عنده رأي بيقوله في وشي وبيعرف يعارضني، وده شيء بحبه قوي في أسلوب الإدارة. احنا لم نكن في خلاف، لأن كانت تقريبا منهجنا في حب النادي الأهلي وقيمه ومبادئه تقريبا مفيش خلاف فيها، انما اختلاف في القرارات، اختلاف في منهج الإدارة زي ما قلنا، لأنه هو جيل وانا جيل تاني. الأهلي فوق الجميع لم يكن مجرد شعارا يرفعه أو يردده صالح سليم، ولكنه كان يؤكده دوما بالأفعال. ويبدو أن تمسك المايسترو بمبادئ الأهلي جعله يخسر أعز أصدقائه ورفيق دربه الكابتن محمود الجهري. لم ينسى صالح سليم أبدا أن الجهري قاد تمرد لاعبي الأهلي ضد ناديهم عندما كانت مباراة دوري الثمانية لكأس مصر أمام الزمالك الزاخر بالنجوم الدوليين وقت ذاك. واقتنع المايسترو للغاية بالقرار الذي اتخذه حسن حمدي مدير الكرة وقتها بإيقاف جميع لاعبي الفريق الأول والاعتماد على الناشئين في هذه المباراة الهامة التي فاز فيها الأهلي في مباراة عرفت وحتى الآن بأن الفائز بها هو أخلاق ومبادئ النادي العريق. وبيصفى الحكم الدولي الإيطالي لويجي كارلو بانتهاء اللقاء الأهلي والزمالك، فقد فاز أشبال النادي الأهلي منتخب 19-21 سنة في مباراة كبيرة من 4 أشواط على النادي الزمالك. وعلى الرغم من الحب المتبادل والاحترام بين الجهري والمايسترو، إلا أن القطيعة بينهما ظلت ممتدة حتى رحيل صالح سليم. لما حصل التمرد دوت اديناهم انذار، يمكن انا حسن رحت قابلت لهم وديتهم فرصة ان تكون الذاكرة 24 ساعة انه ينتظموا ويجوا النادي، اذا ما حصلش كده اضطريت ان انا اوقفهم. الكابتن صالح كان برا مصر كويس، والكابتن صالح ما عرفش بالكلام دوت او ما كانش في اتصال بيه الا بعد ما تم ايقاف اللعيبة ديت مني. وبعد كده قلت له بقى بعد ما قرار مجلس إدارة بعد ما اجتمعنا وقلت له أنا واقف كذا، قال انت عملت الصح وده الصح. يمكن هو قالها بعد كده، قال ان القرار دوت كان واخده حسن ان انا خدت ايقاف، عملت ايقاف على 16 لعيب ناحية تربوية بحتة، ولعبنا بالناشئين الصغيرين. كل من عرف صالح سليم تأكد له أنه أمام حالة خاصة جدا. صالح لازم تعشقي وشه على الشاشة، لأنه عنده كاريزما، عنده كاركتر، عنده قوة شخصية غير عادية على الشاشة. يعني في كاميرا تحبك وفي كاميرا ما تحبكيش. صالح كان لازم الكاميرا تحبه، وما كانش بيحب التمثيل هو، إنما نجح جداً في الدور بتاع الشموع السوداء. مثلاً الأغاني كنت حافظها كلها، صم أقعد أغني ودندن فأنا مش مسألة إن هو كان كويس ولا وحش، هو ما كانش. يعني أنت ممكن تتخيلي حد يعمل الشموع السوداء غير صالح سليم؟ أنا لا أتصور.
صالح حالة خاصة جدا حتى في التمثيل مش بس في الكورة. كاريزما مش هتيجي تاني كلاعب. على فكرة في لعيبة كورة وناس هتزعل مني يمكن أحرف من صالح سليم، إنما خدوش اللي خدوا صالح سليم. صالح كإداري محب للنادي كان، يعني ده بيت صالح سليم، كان بيخاف على النادي بشكل فظيع جدا. إداري، رئيس نادي، راجل مسؤول يعرف ياخد قرار في وقت وإحنا محتاجين ده. صالح سليم عرض عليه يبقى وزير الشباب كذا مرة ورفض. النادي الأهلي زمان عام 53-54 كان في لا في ماتشين هيلعبهم سيما فاينل وفاينل، سيما فاينل مع اتحاد اسكندريه اما كان اتحاد بقى الديبه وحاج شتا واغا وراها سعد راشد وكاتو، فرقه جامده قوي، وبعد كده الزمالك. النادي الاهلي ناقص، فكلموا الدكتور سليم في البيت قال له دكتور كابتن صالح فين؟ قال لهم انتوا عايزين صالح، هو كان كلامه كده، صالح عنده شبه مية نصران اعور ولو فرقع هيموت، يعني ايه يعني حرام عليكم. فصالح سمع اخذ الشنطه بتاعته وجري على النادي ولعب الماتش ومرضيش يعمل العمليه اللي بعدها باسبوع، لا لعب الماتش الفاينل التاني وكسبنا. اللي أمريكي يضحى حتى بنفسه في سبيل إيه؟ في سبيل النادي. صالح يديكي الإحساس إنه صارم وقاسي وما تعرفيش تكسري الحاجز اللي بينك وبينه. صالح قد ما هو صارم بس مش قاسي، ولكن ممكن يقسو في أحوال معينة، أخلاقيات على أعلى 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 مستوى، أمانة، قوة شخصية، نظافة، مش عايز حاجة من الدنيا. أكتر حاجة كانت تهمه في حياته بيته، مراته، ولاده، نادي الأهلي بس. صالح كان يحس بالبني آدم النظيف من البني آدم المنافق. صالح حالة مش هتيجي كتير، دي حاجة بتيجي كل 200-300 سنة. كاريزما، إن يعني أنا عايز أقول، مش هقول الأهلوية 50% من شعب مصر، لا أكتر كتير، إنهم مؤمنين بهذا الرجل. يعني ده يبقى حالة فظيعة جدا. لا يسمح إن حد يتكلم على آخر حتى لو هو ضد الآخر، يعني بشكل مباشر كده. لو حد مثلا قال والله يا كابتن فلان من فضلك، أما يبقى موجود وسطينا يتكلم عنه، كررها أكتر من مرة. فطبعاً يعني الشخصيات دي مش موجودة كتير. استقبلت السينما المصرية صالح سليم الذي كان يتمتع آنذاك بنجومية كبرى تفوق نجوم السينما والطرب، وكانت تضمن بذلك أن جمهوراً آخر غير مشجعي الأهلي سينضم لمشاهدة نجمهم المفضل. وكانت البداية بفيلم السبع بنات للمخرج عاطف سالم، وحقق الفيلم نجاحاً مقبولاً وأعلن عن موهبة جديدة للمايسترو. مبروك يا نبيل، مش قلت لك انك هتغني؟ مبروك يا نبيل، ممدوح عايز يهنيك. مبروك يا نبيل، مبروك يا ابي، انا فرحان قوي اللي كسبت. انا كسبت النهارده عشان انت بتتفرج عليا. على كده لازم اسافر معاك اوروبا عشان تكسب. يا ريت. عدد من ابطال الكوره لعبوا، لكن ولو حد فيهم قدر يترك بصمه. يعني كانت تجربه عابره وتختفي، وكانت السينما تطلع منها خاسرة ونجم الكورة نفسه يطلع منها خاسرة. يمكن هنا أسسني اسم واحد هو صالح سليم، رغم أن صالح سليم ما عملش إلا 3 أفلام، اللي هم سبع بنات، واللي هم الباب المفتوح بتهيألي، وشموع سوداء. وأنا بقول مش 3 أفلام، أنا بقول عمل فيلم واحد، لأن الفيلمين التانيين ممكن نسميهم مرور عابر، ما سابوش هذا الأثر الكبير اللي سابوا الشموع السوداء. ولكن عين المخرج المتميز عز الدين ذو الفقار كانت ترى شيئاً آخر، حيث اختار المايسترو ليكون الورقة الرابحة التي ينافس بها نجم السينما في هذا الوقت عمر الشريف.
ومن هنا كانت بطولة صالح سليم للفيلم الأكثر شهرة ونجاحا في مشواره الشموع السوداء في دور الشاعر الكفيف أحمد عاصم. القصيدة الحزينة اللي في آخر الديوان ليا بيها علاقة قديمة. علاقة إيه؟ علاقة عمرها 4 سنين. مش فاهم. أنا غنيتها في المدرسة ولغاية دلوقتي عندي صورة وأنا بغنيها في الحفلة بالضفائر الطويلة والشريط الأحمر. طيب طيب. دي معانيها حلوة أوي. لا معاني ولا حاجة. ليه التواضع ده؟ لا تواضع ولا حاجة. رجعين عملي معروف لابن الروم. الشموع السوداء كان يتطلب من ممثل قدرة كبيرة جدا على التعبير، لأن كان بيمثل دور أعمى وكل تعبيراته هي في عينيه وفي إيديه وفي حركاته، ودي تتطلب من الممثل تكنيك عالي. فما بالك بنجم كورة ملوش دعوة بالتمثيل خالص، إنك تطلبه منه جهد أكبر بكتير جدا من الجهد اللي بتطلبيه من ممثل عادي. حتى كان أداء صالح سليم لهذا الدور عبقريا بكل المقاييس بشهادة جميع النقاد السينمائيين إلى وقتنا هذا، بل واعتبر هذا الفيلم مؤخرا من أهم 100 فيلم قدمتها السينما المصرية في تاريخها. أنا زمان شفت الشموع السوداء وأنا صغيرة وكنت حافظة الديالوج، يعني عارفة صالح هيرد يقول إيه في الكلمة الفلانية مع نجاة، وفؤاد المهندس هيقول إيه، وإيه اللي هيحصل، وملك الجمل، وكل الحاجة دي. كنت بروح الفيلم من 3 ل 6 ومن 6 ل 9 ومن 9 ل 12، مش هزار. أنا كمخرج بقول لك صالح سليم في الشموع السوداء وصل لمستوى ممثل جيد جدا بحب المخرج ليه، لأن عز الدين ذو الفقار كان يعشق صالح سليم. يعني أنا فاكر هو حكى لي إن قال أنتوا مبهورين بالدور ده قوي، يعني ده لولا الراجل عامل كان بيمسك له منديل يبص فيه انه عشان ضرير، فانه بيبص في زاويه واحده. فده اللي ده العامل كان اسمه رجب اعتقد، فقال رجب هو اهم مني في هذا الفيلم. نجاح الشموع السوداء كان العامل الاكبر الذي شجع المايسترو على خوض التجربه الثالثه والاخيره في مشواره السينمائي بفيلم الباب المفتوح مع المخرج بركات والنجمه فاتن حمامه. ولكن الفيلم لم يحقق النجاح الكبير الذي حققه الشموع السوداء، ولهذا فضل صالح سليم ان ينهي مشواره السينمائي تاركا افلاما ذات قيمه ومعنى في تاريخ السينما المصريه. حبيته جدا في الشموع السوداء، مع اني كنت بقول ان روي كان احسن واحد. حتى روي عايزاه يمشي حسب الاوامر لغايه دلوقتي، هو بس اللي بيسمع كلامي وبيثق فيه. على كل حال انا اثق في روي وفي طريقته في الحكم على الناس. عشان اقيسه يعني لازم اقول ابو الصلح، بس روي كان هايل. كنت بقول له كمان ابو الصلح انت اعمى بس مفتح في كل حاجه، واخد بالك من كل حاجه ابو الصلح. صالح سليم احس بان بهذا الفيلم قد وصل الى اعلى ما يمكن ان تعطيه موهبته، وحس بان اي فيلم تاني هيعمله بعد ده هيكون اقل من ده. فبذكائه الشديد عرف ان ميدانه هو مش ميدان السينما، وان دي كانت فلته من الفلتات، ان هذا النجاح او الشموع السوداء، فاثر ان يبتعد شويه عن السينما. السينما حاولت بعد كده جدا ان تغري صالح سليم ان يعود، لان ما يهمهاش هو نجح ولا سقط، المهم انها هتعمله بفيلم تاني هيجيب لها فلوس كتير جدا. لكن ذكاء صالح سليم وعفويته واحساسه بمقدرته التمثيليه اشعره بان هو يجب ان يتوقف عند هذا النجاح الكبير اللي حيبقى له على ممر السنين، وقد صدق حدسه صالح سليم. شائعات كثيرة تناثرت عن علاقات عاطفية ربطت بين صالح سليم والعديد من النجمات، وخاصة من شاركناه في أفلامه، ولكن ظل كل هذا مجرد أقاويل لم تتأكد أبدا. أنا ما سمعتش إشاعات عن صالح سليم. ليه؟ لأنه كان كتوم جدا. عمر صالح سليم ما طلع عليه إشاعة إنه مش مع حد. ده هو عمل فيلم مع نجاة الصغيرة وكان مش مبسوط ان هو عامل مع يعني
قصيرة وبتاع عليه وبتاع ومش عارف ايه. عمري ما سمعت على صالح سليم انه ايه جام قالوا عليه صالح سليم ماشي مع فلانة ولا مع فلانة ابدا. صالح سليم رجل معروف وبرضو يعني منشتين في الجورنال اللي يمكن يبيعوا الجورنال شوية ليه لا. بس الكلام ده كلام فارغ اللي كان في ناس في الصحفيين للأسف كتبوا كلام هايف عشان خاطر يكبروا نفسهم. ولكن كانت الحقيقة العاطفية الوحيدة في حياة المايسترو هي زوجته السيدة زينب لطفي والتي ابتعدت تماما عن الظهور الإعلامي واقتصر دورها في حياته على أن تكون المرأة التي تقف وراء هذا الرجل العظيم، وأنجب منها ولديه المخرج خالد سليم والممثل الشهير هشام سليم. وأنا صغير كنت بشوفه بعبع لغاية سن مثلا 13 سنة بتاع حاجة كده. كان أبويا لما بشوفه بشوفه عشان يضربني، عارف أنه موجود في البيت عشان في علقة عملت حاجة وعارف أن النمر زبالة والنمر المدرسة وهو ما يعرفش يتكلم كتير يعني. يا ما نصحنا ويا ما قلنا ويا ما هو ما يعرفش يتكلم كتير بس نصحنا، وإحنا ما نعرفش نسمع كتير وما سمعناش النصيحة. فكنا بنعمل حاجات أنا لو منه أنا مش هضربهم، أنا كنت علقتهم في أي حاجة في البيت يعني. فكنا أولا ولدين ورا بعض أنا وخالد، أو خالد وأنا، سنة وأربعة أشهر فرق بيننا، فممكن أقول لك يعني اللي ما حصلش في البيت. فكان بيضربنا على طول وما فيش كلام، وكان حد يشتكي من أنا وخالد يبقى إحنا الاتنين نضرب، ما هي كده. المهم لغاية 14 سنة، بعد 14 سنة كان حبيبي وصاحبي وزميلي وابتديت أفهم يعني إيه حنية منه، يعني إيه رغم إن في ناس كتير قوي ما تفتكرش إنه حنين ولكن هو راجل في منتهى الحنية ومنتهى الطيبة. قد يتمنى الكثيرون أن يكونوا أبناء للمايسترو، ولكن الحقيقة أن ابنيه تأثر سلبا لكونهما يحملان اسم صالح سليم. أنا ما استفدتش كتير لأن أنا أبويا علمني أن أنا مش اسمه اللي هو لازم يعلمني أو أستفيد منه خالص. ولكن في ناس ضايقوني كتير قوي 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 في حياتي كلها بس عشان صالح سليم، يا علشان متغاظ منه، يا علشان يفهمني يعني إن لو أنت ابن صالح سليم فده ما بتفرقش معايا، يا إما هو على خلاف معاه، يا إما يعني. وأبويا كان على خلاف مع ناس كتير قوي لأن برضو زي أو أنا زيه، أنا دغري، اللي بلاقيه كويس ودغري ببقى دغري معاه، اللي ما بلاقيهوش كويس ما مش ضروري حتى معرفته يعني. عندما يهمس البعض عن علاقات عاطفية لصالح سليم غير زوجته يؤكد الكثيرون كذب هذه الإدعاءات، ولكن المفاجأة الكبرى هي أن لصالح سليم بالفعل ثلاث حبيبات وكانت زوجته أكثر منه سعادة عندما يقوم بصحبتهن، وهن نورة، زين الشرف، قسمة هشام سليم، حفيدات المايسترو. نورة يمكن عشان بنت حبها أكثر، ما كان بيدلع بقى وبتاع مش زي الولد، لا مش لازم أدلعه وبتاع وكلام من ده، فكانت حابة يعني مش عارف أقول لك إيه، كنت أقول له سبحان مغير الأحوال، يقول لي ما أنتوا أصلكوا كنتوا زبالة. ماشي أهو الصلح مقبولة منك. فكان دي حياته، يقول وحشوني عايز أروح لهم. يوم ما اكتشف مرضه كان في لندن ووعد نورة إنه ياخدها السينما، فهو في طريقه رايح للسينما راح المستشفى وقالوا له إن عندك كانسر. بالرغم من كده خد بنت هشام وراح السينما. ان ابويا يسيب مصر ويجي لغايه الغردقه وهو سايق هو وامي، ده كان غريب جدا. فكان يقول لي على فكره انا مش جاي لك انت، انا جاي لنورة. اقول له من عارف اتفضل. رغم اقتران اسم صالح سليم بالعديد من نجمات السينما بحكم اشتراكه معهن في بطولات سينمائيه، الا ان نجمه واحده حصلت على نصيب الاسد من الشائعات، وهي النجمه يسرى، والتي كانت أسرتها ترتبط بصداقة كبيرة مع أسرة المايسترو. أنا اتولدت أهلوية علشان العيلة كانت عندنا كلها أهلوية، لكن معرفتي بصالح من أهلي،
وصاحبي الأنتيم هشام. ولكن يبدو أن الصداقة الأسرية التي جمعت بينهما كانت الشرارة الأولى التي انطلقت منها قصة حب يسرى وخالد صالح سليم. زينب وصالح أصحابي وأصحاب أهلي. زينب كنت بكلمها على طول قبل ما ارتبط بخالد، وأعتقد أن أول واحد قفش علاقتي بخالد هو صالح. يعني أول واحد عارفة يعني اكتشف الحكاية دي قبل زينب. مع بداية الألفية الثالثة ترددت شائعات كثيرة عن زواج يسرى وخالد سليم، وصاحبت تلك الشائعات أقاويل تؤكد رفض المايسترو لهذه الزيجة دون الإعلان عن سبب الرفض، وظل الأمر هكذا حتى تم إعلان الزواج رسمياً مع وفاة المايسترو. ما حدش كان هيقدر يكلمه في خصوصياته أو خصوصية ولاده، كان حاجة هتبقى بيرسونال، حاجة شخصية، ومش هيسمح بأي حد يتدخل فيها. فدي كانت مجرد إشاعات كتيرة جداً بتحصل من بعض الناس المجتهدة في الصحافة، إنها عايزة تعرف أخبار شوية زيادة شوية أقل عشان تردي، عشان ياخدوا منك رد معين، فبالتالي يفبركوا عليها أو يكلموا عليها أو يحطوا عليها معاني من عندهم، وانت عليك تدافع عن نفسك أو تقولي آه أو تقولي لا. لأن صالح قد ما كان كتوم قد ما كان صريح. يعني هل انت تتصوري ممكن حد يسأله انت موافق على جواز ابنك من يسرى ولا لا؟ تفتكري رده هيكون ايه؟ هقول له انت مالك اول حاجة هيقوله، انما لا يمكن هيخش في اي تفاصيل ايا كانت ولا هيسمح بيها، هو شخصيته كده. عمري ما كنت بأكد علاقتي او جوازي بخالد او عدم جوازي بخالد، لا انا ولا هو. تعرفي ليه؟ عارفة من كتر ما الناس عايزة تعرف فتقولي طب والله ما أنا قايلة. في نهاية التسعينيات من القرن الماضي بدأت رحلة معاناة المايسترو مع المرض اللعين، والذي اكتشف أنه سرطان الكبد. ولم تدم معاناة المايسترو مع المرض كثيرا، ففي 6 مايو لعام 2002 وفي عاصمة الضباب لندن توقف القلب الكبير عن النبض، وامتنع الجمهور عن الهتاف باسم المايسترو، ولكنهم بكوا كما يبكون لفراق أعز الأحباب. أنا أول واحدة ودعها صالح وقال لها أنه مش هيعيش، عمري ما حنساها. كنت في لندن معاه، دخلت عليه قال أنت ما دخلتي ليش من الصبح ليه؟ قلت أنت كان عندك ناس كتير، كان الأستاذ حسن حمدي وكان ناس كتير قوي جاية من مصر وكانوا بيقابلوه وكانوا قاعدين معاهم، فما كانش في مجال أنا يعني أقعد معاهم. أي طب اعملي لي الكمادات. تروكي قعدت معاه، انت متضايقه ليه؟ هو انا ما قلتلوش ولا كلمه، كنت متضايقه ان انا نازله وسايباه ومش عارفه اعمل ايه وما كنتش عايزه انزل. قلت له بص عندي 15 يوم الديكور ده هخلصه وارجع. قال لي لا ما ترجعيش. قلت له لا هرجع عشان انت بقى تكون حسنت. قال لي لا مش هتلحق. قلت له لا ما تقوليش الكلام الفارغ ده بقى. بقول لك ايه اللي اسمع بس يا بنت، انت بابتسامه جميله مسك ايدي كده، عارفه لما تمسكي تمسكوا الايدين كده، قال لي انا حوصيكي على 3 حاجات، صحتك عشان صحتك ضعيفه قوي ومتدهوله ولازم تاخدي بالك منها، تاخدي بالك من فلوسك لان ايدك مخرومه وبتصرفي عمال على بطال، وما تزعليش نفسك لأي سبب، مش حاجة في الدنيا تستاهل زعلك. قلت له معقولة يا صالح؟ قال لي اه. طبعا صحيت وعيطت، قلت له انا بكرة مش هشوفك، انا طالعة بكرة على الطيارة. قال لي اشبعي مني بقى دلوقتي. وانا اخر مرة شفت الكابتن صالح شفته في لندن، يعني انا روحت لندن شفته في المستشفى أعتقد قبل الوفاة بأيام قليلة جدا. آخر ذاكرة للكابتن صالح فاكرها في أيام الأخيرة له يعني، وبعدين اللي فاكره كويس قوي كمان إن وفاة الكابتن صالح كانت يوم شم النسيم. كان هو عنده كانسر وكان منتظرين إن يحصل حاجة زي كده، ما جاش فجأة لا، بس لما قالوا إن هو توفى دي
يعني بالنسبة لي أنا أكتر من أخ يعني. والله هو اليوم ده أنا الفجر كلمني عادل هيكل، وكان طبعا صالح في 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 حالة غير مستقرة في الآخر، حالة صحية غير مستقرة، وكان تضارب الكلام عن أنه هو في الإنعاش وأنه هو كذا، فكلمني الفجر وقال لي يا صالح تعيش أنت. كانت جنازة صالح سليم جنازة مهيبة، حيث قام محبوه بالالتزام بوصياته بإقامة جنازة رمزية داخل النادي الأهلي، انتقل فيها الجثمان من الصالة المغطاة وحتى بوابة النادي الذي كان أعز وأغلى معنى ومكان لصالح طوال حياته. إزاي تخرج الجنازة بتاعت الكابتن صالح بما تليق بي بماضيه وكقائد وكمثل لنا يعني، فكان ده كان تفكيرنا. والحقيقة لقيت كل معاونة من المسؤولين في مصر يعني، الحقيقة يعني إزاي تخرج الجنازة من النادي الأهلي وتمشي بدون الجمهرة، هنصلي عليه فين كابتن صالح، وجنازة تطلع إزاي، ويمكن مشي من النادي الأهلي لغاية جامع مصطفى محمود كانوا فاضيين كل الشوارع، وكان المرور قافل المرور عشان الجنازة بتاعت الكابتن صالح توصل ازاي باتفاق معانا يعني. الحاجة الجميلة بس اللي في عزا الكابتن صالح بقى في العزا وتقبل العزا ان كانت طوابير طويلة جدا يعني، ممكن كنت تقفي ساعة او ساعة ونص كويس عشان تخشي تعزي يعني. مثلا سيادة المشير طنطاوي بنفسه راح عزة من الناس المسؤولة في الدولة، أصرت أو اهتمت أن هي تيجي بنفسها تعزي وأن هي تقف في طوابير كتيرة. يمكن الحاجة اللي أثرت فيها يمكن المدة الطويلة اللي كانوا بيقفوها وبيقفوها عن رضا وحب ان هم واقفين عشان يعزوا في كابتن صالح. صالح سليم حاجة مش هيجي زيها تاني، مش هيحصل زيها تاني. حب الناس لي انا لم ارى في حياتي ما شاء الله يعني. انا يعني جنازته انا عمري ما هنساها. خسارة ليست خسارة النادي الأهلي ومصر، إنما خسارة كل من يؤمن بالخلق القويم وبالعمل الدؤوب وبالإخلاص في كل ما قام. أقول له رحمة الله عليك يا صالح، وإحنا فقدنا رمز كبير يعني. بقالنا 40 سنة أصحاب، الله يرحمه. لم يكن أحد يتخيل أن عزاء المايسترو سيتحول إلى لقاء لمصر كلها بسياسيها وفنانيها ورياضيها ومثقفيها وكبار رجالات الدولة، ولم يتوقع أحد أبدا أن كل هؤلاء سيجيئون، وأن الذين ينتظرون دورهم لدخول السرادق والقيام بواجب العزاء سيقفون في طابور طويل يمتد من مسجد مصطفى محمود وحتى الشوارع المحيطة، والكل يقف دون تذمر أو ضيق سواء كان وزيرا أو نجما سينمائيا أو لاعب كرة، لأن هذا هو الشيء الطبيعي أن يحدث في عزاء رجل بقدر ومكانة وتاريخ صالح سليم. خسرت صالح سليم نفسه، وفضل لي اسمه اللي رافع راسي في كل حته.
الحقيقي لصالح سليم ليس فقط ألا ننسى صالح، إنما هو أن نحافظ على الأهلي، بيته ومبادئ النادي الأهلي. طوال الأيام القليلة الماضية ومنذ رحيل صالح، وأنا أكتشف أن صالح سليم لم يكن شقيقي وحدي، ولا كان صديقي أنا وحدي، بل كان الشقيق الأكبر. من المؤكد أن صالح سليم فارق الحياة، ومن المؤكد أيضاً أن اسم وتاريخ وإنجازات وأثر المايسترو لن يفارقها تاريخ الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها. إنه المايسترو.